دكتور صالح، تكثر الأسئلة في مسائل السفر والقصر والإتمام في الصلاة، فلو شخص جاء في جمع صلاة العصر والظهر ودخل مع إمام قد أنهى صلاة الظهر مثلا وهو لم يصلي الظهر بعد على الخط أو على المسار، له أن يدخل معه بنية الظهر. بنية الظهر واختلاف النية هنا لا يؤثر، فيجوز أن يصلي على الصحيح أن يصلي بنية الظهر خلف من يصلي العصر. نعم. لا مانع من ذلك. نعم.